قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة جديدة بعنوان هل أسأنا فهمنا للقداسة؟ القداسة والقديسين عبادة أم تكريم؟ وقد استضاف البرنامج النائب الأسقفي للكنيسة المارونية في عمان الأب جوزيف السويد الذي عرف معنى القداسة وحدودها، موضحا كذلك أن القديس هو الذي عرض حياته لنعم الله، ونصح الأب السويد المؤمنين بعدم المبالغة في شعائر تكريم القديسين حتى لا يبتعدوا بذلك عن عظمة السيد المسيح الذي هو ينبوع الحياة والخلاص. فإلى هناك موضوع القداسة، هل موضوع القداسة أمونا وعنوان إحنا حلقتنا اليوم هل أسأنا فهمنا للقداسة؟ هل في هناك فرق بين التقديس وأم التكريم أم العبادة؟ صح، في طبعا في خلط مع الناس، في امور الناس يعني ثبتتها على حالها وثبتتها على الكنيسه، عم نشاهدها ونتعرض لتساؤلات كثيره عن طريقه ممارسه الناس والاشخاص المؤمنه في طريقه عبادتها او طريقه ممارستها لتقديس بعض القديسين والقديسات. بعض الكنائس بتشوفها مبالغه، وبعض الكنائس بتشوفها انه الابتعاد عن الجوهر، انه انتم في المبالغه في تقديس هدول الاشخاص عم تبتعدوا عن السيد المسيح، عم تبتعدوا عن ربنا، وبتخلوا الناس تتشتت بصلواتها ان كان لقديس مار شربل، رفقه الحرديني، القديسين بولس وبطرس والرسل، والقديسات ماري ألفونسين، والقديسة رفقة، والقديسة مريم يسوع المصلوب إلى آخره. يعني أنا جبت القديسين المؤخرين اللي صاروا على درب القداسة. فما معنى قديس وما معنى قداسة؟ يعني إحنا بدنا نبلش هلا نعرف على القديس والقداسة. وإحنا مطلوب منا أنه نكون قديسين صحيح والقداسة. فنبدأ موضوعنا بالتعريف قبل ما ندخل بنص الشرح. كتير بدي أقدر قديش شعبنا أخذ منا، يعني أخذ إذا بدي أقول البساطة، ما كان في لاهوت قديما، وما كان في أشخاص غميئين بالإيمان، وما كان في أشخاص تقرأ إذا بدي أقول هالتعليم. مثلاً اليوم عندي التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية مثلاً، وتعليم الكنيسة الأرثوذكسية وغيرها، مشان هيك صار فيها اللغط الكبير. يا هل ترى القديس بياخد محل القدوس؟ مين اللي بيقدس القديس؟ القدوس. نعم. شو صار هالقديس ومين؟ شو هوية هالقديس؟ شو بصمته هالقديس؟ هو الشخص اللي عرض إذا بدي أقول حياته لنعم الله، دفقت نعم الله بشكل رهيب بحياته، سمح له، عبى شحن بطارية قلبه وفكره وروحه من قداسة ربنا، حتى صار على قد ما بيقدر، ومش توتلي يعني بدي أقول يتماهى مع قديش الله بيدفق بيعطي، قديش هو بيستوعب. وصار فيه حالة مثل ما بيقول كل القديسين، يعني بيقولوا انه على قد ما كانوا يقربوا من القدوس كانوا يحسوا حالهم عم بيصغروا حتى هو يكبر. بلش من يوحنا المعمدان، عليه ان ينمو وعلي ان انقص. كل ما بتقربي من الشمس بتحس حالك صغيره، كل ما بتبعدي عنها بتشفي تشوفي الشمس قرص صغير. حالتنا هي حاله الشخص اللي بده يقرب من القدوس ولكن بيستحي، بده يقرب من ربنا ولكن مرات بيقول مين أنا، ما بستاهل. نعم. هون بلش تخلق اللغط. مثل ما الإنسان بروح عند أمه تتوسط له عن بيه، بلش الإنسان يفتش على إذا بدي أقول الوسائل، نسي وسيلة التقديس مرات، ما بدي أقول عطول، مرات نسي القدوس وراح عند الوسيلة حتى الوسيلة تتوسط له عند القدوس. نعم. أكيد الكتاب المقدس بيقول بوضوح الوسيط الوحيد عند الآب هو يسوع. طب أنا كيف بدي أكون كمواطن عادي أوصل لجلالة الملك بدون ما أعمل يمكن مجموعة اتصالات؟ نعم. بمكتب جلالته
هيدي القصة أوحت للناس إنه في مجال مرات تتوجه عبر قنوات. نعم. هيدي قنوات مش غلط إنك تتوجه لها. نعم. شرط، وهون بدي حذر، هل قنوات هي قنوات؟ نعم. هي من الشخص المراد إنك توجه له رسالة. نعم. مع يسوع هو اللي قال ودايما كان يقول اطلبوا مني حتى الآن لم تطلبوا باسمي. نعم. شيئا. نعم. باسمي، اطلبوا باسمي. أنا مرات بقول له للرب يا رب أنت اللي قلت لي باسم اطلب، باسمك يا يسوع أنا عم بطلب. هلأ أنا بتفهم اللي بدي أقول النفس، الطبيعة الإنسانية الشعبوية، ما بدي إجي ألغيها وإكسرها ولبل أصرخ بوجهها أنتوا غلطانين. أنا بفهم أنه هيدي وسيلة. نعم. بس ضروري نوضح للناس أنه هيدي الوسائل من هي الأساس. بالبداية ذكرت أنه هناك بعض الممارسات الخاطئة بعتبرها من أشخاص بيمارسوا عبادتهم أو طقوسهم أو تقديسهم أو تكريمهم بطريقة مبالغة فيها، مثل ما أنت تفضلت هالمبالغة هذه اللي تعجز الكنيسة أحيانا الرد عليها. يعني مثلا لما بتشوف إنسان عم يخطأ بطريقة عبادته أو طريقة ممارسته لطقوس أو شعائر لهالقديس أو لهالقديسة، فما بتحاول توقف يعني لهالأشخاص هذول يقولوا مش هيك المطلوب، يعني أنتوا عم بتسيئوا للكنيسة وعم بتسيئوا لهذا القديس اللي عم يتهم هذا القديس الآن هو في مثل ما تقول في حلبة اتهام هذا القديس، أنك أنت متهم أنك عم تبعد الناس عن يسوع المسيح لا وعن لا دكتور الله. دكتور القديس منه متهم ولا لحظة، القديس صار بغير عالم، يعني هو إذا بدك صار بجسد يسوع المسيح السري. ابدا نحن وقت اللي بيموت الانسان وبكون بحاله القداسه والبراره مثل ما هلا سمعنا من الدكتور. نعم. صار هو ويسوع المسيح بجسد. نعم. سري واحد. قديش برايك وانت بتعرفي منك جديده بالاعلام؟ نعم. قديش برايك الكنيسه كل الكنائس؟ نعم. عبر منبر النور سات تيلي لوميير. نعم. اللي بدك اياه منابر وعظات وتبشير عبر عظاتنا ويمكن حتى المحاضرات اللي كانت تنعمل. نعم. لتوضيح هيدي. نعم. الامور. نعم. وبعد في ناس انا بدي اقول انه هيدي مثل ما بيقولوا البساطه، بساطه الايمان، بساطه يمكن في العالم ما تخزين اليوم بمدارسنا قديش بياخدوا ساعات تعليم مسيحي إن كانت الأرثوذكسية. نعم. أو الكاثوليكية. نعم. أو حتى قديش في عندهم ساعات تعليم مسيحي. نعم. وقت اللي بتيجي بتقلي لي الساعة من أصل 36 ساعة. نعم. بقلك أنا هل تكفي هذه الساعة أنه خوض وغمق بتعاليم لاهوتية مشبعة بكتير من يعني بعدنا لليوم بقول مين خلق الله. نعم. تصوري لحد وين. نعم. يعني تلاميذ بيقولوا طب انه بليز خبرونا مين خلق الله. نعم. يا خيي شو عم تسأل؟ وهوني برجع بقول انا بتفهم، انا شخص ما بدي مثل ما بيقولوا هيك خلص كربج وقول لا في شيء غلط عبادة الناس صار بدها كذا صار بدها صفعة صار لازم نعمل انا بقول بدنا نحاول ونضلنا نحاول وانت تضلك تفتحي هالموضوع وانا ضلني احكي عنه وكل مرة بنحكي عن القديسة نربطها مثل ما انا ربطتها نهار الاحد نربطها بالاربان نربطها بالاسرار نربطها بطريقة الاطر اللي استعملها هالشخص اللي تقدس أو اللي قدسته الكنيسة عبر الكتاب المقدس والترنيم والمزامير وعبر الأسرار وعبر الفضيلة وعبر الممارسات والعطاء ووا ويمكن أهم أنواع القداسة دكتور اليوم هو الأشياء البسيطة اللي بيحكوا عنها القديسين لك الابتسامة.